بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. ومضة جديدة، وهي نكتة ولطيفة ذكرها أبو حيان في البحر المحيط، حيث قال: إن الله عز وجل نادى آدم بطريقتين اثنتين، اختلفت الطريقة الأولى عن الثانية لاختلاف المقام واختلاف الحال. فلما كان في وقت الخير والنعيم وشرف المكان، فقال له الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فهنا ناداه الله عز وجل باسمه فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولما كان المقام مقام عتاب، قال الله عز وجل مخاطبا آدم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ قال: ألم أنهكما. ولم يذكر الحق سبحانه وتعالى اسم آدم هنا في هذه الآية، لأنها في مجال عتاب، ولذلك يختلف أسلوب النداء بحسب المقام والحال. فلما كان المقام مقام نعيم ومقام خير ومقام شرف، قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولما كان المقام مقام عتاب ومقام لوم، قال: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ ألم أنهكما. إذن هنا لم يذكر اسم آدم عليه السلام، ولذلك يختلف النداء على الأشخاص باختلاف المقام وباختلاف الحال. أدعو الله عز وجل أن ننادى بأسمائنا، وأن يسكننا الله وإياكم الفردوس الأعلى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقنا الله وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاتباع وحسن التوبة والأوبة والفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.